هو الكتاب هذا هو عبارة على مجموعة قصصية باللغة الدارجة. قصص هذوما سبق لي نشرتهم قبل في جريدة الصريح، عجبوا الناس. وقتها أنا كنت نكتب بالعربية، كلمت وقتها سي صالح الحاجة المدير، قلت له شنو رايك نكتب حويجة بالدارجة، جاي رمضان وقتها في إطارك البريك والشربة وكل الحكايات هذوك من كل. قال لي بربي لو علينا تو نكتبوا بالدارجة. قلت له هكا شهر من زمان واحد يا أخي، خطفت ولاو الناس طالبينهم. المجموعة هذيك جمعتها ونشرتها والإعاز من بناتي، وخاصة من فاتن الفاز علي تكتب بالدارجة كما تعرفوا، والحمد لله نجح زادة كيف كيف، خاطر الدارجة ولات مطلوبة ياسر توا في تونس، خاطر ثم برشا ناس لا يقرأوا بالعربية ولا يقرأوا بالفرنسوية، ثم برشا ناس عمرهم لا قرأوا كتاب ولا يقرأوا توا الكتب في جرة الشيء هذا، وتو ما عندوش الكتاب ثلاث جمعات في من اللي خرج، والطبعة الأولانية وفات. أنا كتبت 20 كتاب باللغة الفرنسوية، وكتبت بالعربية زوز كتب، وهذا أول واحد اللي نخرجه بالدارجة، وإن شاء الله تتبعوا زادة تجارب أخرى. أنا ما عنديش مشكلة متاع اللغة، الفايدة الكتيبة باهية ولا مش باهية، هي واحد يتبع يعني المجتمع متاعه ويتبع الظواهر الاجتماعية. أنا أساساً خاطر نخدم يا أسبوعياً يا يومياً، نعمل سكونابيل لكرونيك جورناليستيك، فهذه الحاجة الباهية اللي فيها أنها تعطيك سكونابيل لبتيت استوار، يعني مش وقتاش الثورة وقتاش الزين وقتاش بورقيبة، لا تعطيك مثلا وقتاش بدأ المزود، تعطيك مثلا وقتاش الناس ولات تكيف الشيشة، يعطيك وقتاش الناس شباب ولا يحرق، فتولي تتبع المجتمع متاعك من الداخل. التاريخ تاع الوحدة يولي التاريخ اليومي، وهذاك علاش يقعد، خاطر نهار اخر وقت اللي بيجي تلميذ من هون 100 200 300 سنه لقدام ويقرا على تونس، شنو اللي باش يقرا؟ باش يقرا كان الاستعمار، ومن بعد جاء بورقيبه، ومن بعد جاء الزين، ومن بعد جاء شنيه، فهمتني؟ ومن بعد جات الثوره، ومن بعد جات كذا، لكن ماهوش باش يعرف المجتمع هذاك كيفاش كان يعيش. هذا الحاجه الباهيه في العمليه اللي انا نعمل فيها، فهمت كيفاش؟ الحاجات اللي تبدلوا في المجتمع توا نلاحظوا ساعة سرعة كبيرة ياسر، خاصة كل ما هو إعلامية في الميدان هذا هو اللي طغى توا، والتليفوني موبيل والنتفليكس وكل الأشياء هذه، فهمتني؟ احنا ما عادش نتحكموا في حتى شيء في المجتمع متاعنا. علاش؟ على خاطر ما عادش لا نصنع لا نبتكروا لا نخلقوا لا حتى شيء، حتى من اللغة متاعنا قاعدة تتبدل زادة كذلك. حاجة أخرى نلاحظوا مثلا في تونس دخول الجزمي في اللغة متاعنا أنت متاع الأحياء، هذه ظاهرة زادة كبيرة ياسر، لحد أنه الدارجة توا باش تقسم في اثنين، الدارجة الكلاسيكية والدارجة الجديدة اللي قاعدة تخرج توا بكلام جديد.